اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن احمد عبد الفتاح. ازيك كابتننا؟ كابتن اسلام، مبارك يا حبيبي. مساء الخير، مبسوط طبعا موجود معاك النهارده. قلت لي ان قد يحدث امر من الامور خلال الايام القادمه بالنسبه لك، يعني اكيد طبعا، يعني الحمد لله. انا انت عارف ان كنا مع بعض هنا وقلت لك ان موجود الفتره اللي فاتت في فيوتشر، النادي بقى في مودرن فيوتشر. مودرن فيوتشر دلوقتي كنت ماسك فرقه 2005، لسه مقدم اعتذار. وما زلت والله لسه مقدم اعتذار من يومين كده. في تجربه جديده ان شاء الله مع كابتن احمد ايوب في ليبيا ان شاء الله، لسه ما كملتش، بس ان شاء الله يعني خلال اليومين ثلاثه اللي جايين دول فرقه في الدوري الممتاز يعني الليبي ان شاء الله نكون. كابتن احمد ايوب الحقيقه من المدربين الاكفاء، ولادنا برضو يعني النادي الاهلي طبعا. طبعا ومسك في النادي الاهلي مواسم طويله وبطولات كتيره مع الفريق الاول في النادي الاهلي، فمن الناس اللي هم يعني لهم مستقبل الفترات الجايه ان شاء الله. اتمنى له التوفيق فيها، تجربه لانه محتاجها بعد تجربه الحرس الحدود اللي انا شايفها ان هو اتظلم فيها جدا. احمد اتظلم في الحرس، حرس امكانيات الماديه بالنسبه لفرقه الدوري الممتاز، هم بيشتغلوا في مجموعه من اللعيبه برضو انت عارف اقل بكتير من الباقي جدا. فهو اتظلم في التجربه دي، اتمنى له التوفيق ان شاء الله تعوضه باذن الله الفترات الجايه ان شاء الله باذن الله. طيب خليني ان شاء الله يبقى كل التوفيق ليكم خلال الفتره القادمه، سواء حضرتك او كابتن احمد ايوب، من الناس اللي يعني محترمه جدا ولكم دور في الرياضه وفي كره القدم في مصر. اتمنى لكم يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه ان شاء الله. هبدا مع حضرتك بالنادي الاهلي والبدايه بشكل عام بالنسبه لك، احنا بقى لنا كتير ما التقيناش، فالبدايه بشكل عام بالنسبه لك شايفها ازاي، سواء في دوري ابطال افريقيا، سواء في الدوري العام، حتى خسارته في السوبر. اكيد طبعا ابتدينا بحزن بخساره بطوله السوبر، اللي انا شايفها من وجهه نظري كانت بطوله سهله جدا، المنافس كنت شايف ان هو في المتناول، لكن ظروف المباراة حاجات كتيرة خلتنا نخسر المباراة. مش هقعد اقول بقى تحكيم، أرضية الملعب، حاجات كتيرة جدا، لكن انا شايف من وجهة نظر المباراة كنت شايف انها كانت سهلة جدا. لكن ساعات اوقات كتيرة جدا بطولات انت بتبقى عامل حسابك عليها ان انت تاخدها، او ماتشات بتبقى تحس ان هي سهلة خلال المباراة، لكن فعلا المباراة يعني الوقت اتسرسب مننا شوية بشوية لغاية ما خسرنا مباراة. بس دي كانت يعني اقول مش اقول حاجة حالة جيدة، لا يعني ايه، قرصت ودني في اول الموسم عشان اللعيبه تفوق، وده اللي بان بعد كده في مباراه المصري، ادينا مباراه على اعلى مستوى، مباراه افريقيا برضو، فشايف ان اللعيبه تركيزها عالي كمان بعد المباراه دي اللي احنا كنا مفروض ان انا شايف ان انا معلش يا كابتن برضو فضل. لانه في هذا الامر انا كنت بجد ان بعض من ضيوفي الحقيقه كابتن مجدي طلب على ما اتذكر، كابتن ربيع ياسين، قالوا لي النادي الاهلي عمل مباراه جيده جدا في هذه المباراه اللي هي اللي احنا خسرناها. تسيد طول المباراه، تهاجم طول المباراه، الكره في رجليك، نسبه الاستحواذ عندك، الكره الثابته كلها ليك، فاولات كتير جدا ليك، لكن التوفيق ما كانش معاك ساعتها يا كابتن اسلام. التوفيق كمان مع في حكم، يجي لك توفيق في حكم يحسب لك قرار، انا مش بقول بيجي مني، لا في قرار في شك شويه يكون القرار ليك، او قرار عليك ممكن برضو يتحسب ليك. صحيح. لكن التوفيق ما جاش في اليوم ده. فأكيد طبعا هي الكوره كده، وبطولات كتيره النادي الاهلي بيقابلها بالشكل ده. أيوة. اتمنى ان شاء الله في البطولات اللي جايه، الموسم ده عندنا موسم كتير. طويل جدا، موسم صعب جدا. أيوة. على الكره المصريه كلها، اتمنى ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون على قد المستوى اللي هم معودين عليها. دخلنا اهو اول مباراه في الدوري العام، دخلنا بطوله افريقيا، داخلين على بطوله اول مره تعمل بطوله السوبر دي، جديده علينا. طبعا انت عارف النادي الاهلي لما بيخش اي بطوله جديده جمهور النادي الاهلي عنده اشتياق ليها، ان اول بطوله لازم تكون باسم النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله يكون من نصيبنا باذن الله، غير الدوري العام، غير كاس مصر، غير بطوله السوبر اللي احنا متعودين عليها. احنا جايين من دوري او جايين من موسم صعب كله نجاحات. صحيح. فلما تحافظ على النجاح ده بيبقى صعب قوي. اتمنى ان شاء الله نقدر نحافظ على نجاحات، ونقدر نحافظ على اكبر كم من البطولات. طيب البدايه كانت مع بطوله السوبر، ثم مباراه المصري في الدوري، ثم مباراه سان جورج في الدوري ابطال افريقيا. ايه رايك؟ والله احنا بص يعني لما نتكلم على السكواد بتاع النادي الاهلي السنه دي، كان عندنا مشكله بعد غياب حمدي فتحي طبعا. قدرنا على طول ما شاء الله يعني مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن خطيب على طول جاب لنا صفقه انا شايفها من العيار الثقيل. امام عاشور من اللعيبه الكويسه جدا لمنتخب مصر، نادي الزمالك، نقول نادي ميتلاند لانه جايبينه من نادي ميتلاند، لاعب جيد جدا، لاعب من نوعيه انت عارف لعيب النادي الاهلي برضو ليه شكل معين. هو امام دخل في الفرقه بسرعه، لعيب جيد جدا، كنا محتاجين النوعيه دي في نص ملعب النادي الاهلي مع مروان، مع ديانج، مع قفشه.
امام لاعب جيد، بصير جيد، عنده رؤيه، بيعرف يشوت، بيعرف يجيب جون. ومن المباراه الاخرى بيثبت ان الصفقه فعلا صفقه انا شايف على اعلى مستوى. الصفقه الثانيه ان انا شايفها برضو رائعه، رضا سليم، جناح على اعلى مستوى. احنا كان صحيح. عندنا جناحات طبعا، عندنا حسين الشحات، عندنا بيرسيتاو، عندنا طاهر محمد طاهر، عندنا احمد عبد القادر. بصراحه سكواد النادي الاهلي عندنا ما عندناش مشكله في اي لعيب. لو فكرنا في كل الفرقه كده، حتى كان عندنا بنتكلم على المهاجم بعد محمد شريف وتجربه الاحتراف اللي هو بيفكر فيها، على طول النادي الاهلي قدر يجيب مودست، اللي اتمنى له التوفيق. مودست محتاج وقت شويه. عندنا مشكله انا شايفها بقالها فتره، ودي ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي يشتغل عليها الفتره الجايه، اللي هي بديل علي معلول. انا دي هي دي اللي بتكلم فيها. كل ما اتكلم مع حد اقول لهم يا جماعه احنا ما عندناش مشكله في المهاجم. السنه اللي فاتت دخلنا بطولات كتيره جدا في ظل وجود كهربا، في ظل وجود محمد شريف، ما كانش في مشكله خالص. النادي الاهلي دخل كل البطولات، خد كل البطولات. لكن انا شايف المشكله الفترات الجايه بالنسبه بديل علي معلول. علي معلول حل لك مشكله الباك شمال، بقاله 7-8 سنين على اعلى مستوى. العمر بيكبر شويه، محتاج بقى حد يشيل عنه شويه. من اللعيبه اللي ما بتتغيرش دلوقتي علي معلول. مستر كولر بيعتمد على 4 لعيبه، بيعمل روتيشن مع بعض في بعض المراكز، لكن في 4 لعيبه لو انت فكرت معايا كده كابتن اسلام هتلاقيهم ما بيتغيروش. منهم معلول، محمد عبد المنعم، كان مروان حمدي، مروان عطيه، وبيرسيتاو. الاربعه دول في معظم الماتشات تلاقيهم موجودين. يبدا بقى روتيشن، مره تلاقي محمد شريف، تلاقي كهربا، تلاقي حسين الشحات، تلاقي احمد عبد القادر. فتلاقي في دلوقتي في بيحصل تغيير. عايزين بقى ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله عايزين بديل لعلي معلول. عندك من ولاد قطاع الناشئين، عندنا الدبيس، عندنا كوكا بيلعب في الحته دي، بس انا شايف ان محتاجين وقت شويه. وانت عارف النادي الاهلي اللي بيلعب على بطولات عايز اللعيب الجاهز. لما يكون فعلا مش موجود علي معلول، لازم يكون حد مستوى قريب منه. اتمنى ان شاء الله نقدر نجيب حد في المكان ده على قد المستوى بتاع علي معلول باذن الله. مباراه الجمعه اللي جايه القادمه كيف تراها في ظل ان انت كسبان المباراه الاولى 3-0؟ المباراه الثانيه بتبقى تعرف احنا كلاعيبه بتبقى اقل اهميه شويه. اكيد طبعا، بس انا شايف ان هو مستر كولر بيعرف يعمل التدوير للاعبين. اللعيبه خدت المباراه دي، يعني احنا ما شفناش رضا سليم المره اللي فاتت. شفنا ماتش المصري هتلاقيه متواجد الماتش ده. ممكن تلاقي احمد عبد القادر جناح، ممكن يريح حسين الشحات، ممكن يريح كهربا ويلعب صلاح محسن. صلاح محسن لما نزل برده المباراه اللي فاتت كان في بدلك اكيد لكهربا. المباراه اللي فاتت الكوره مش ماشيه معاه خالص، صلاح محسن تركيزه عالي. كنت لسه بتكلم على صلاح محسن. صلاح انا مرنته في سموحه، صلاح كل ما بيكبر سنه تركيزه بيعلى، بيحس بالمسؤوليه. وهو لما رجع النادي الاهلي السنه دي انا حاسس ان هو عايز يعمل حاجه. ان شاء الله باذن الله ممكن يكون ليه تواجد مكان كهربا المباراه اللي جايه. وارد جدا في نص الملعب قفشه يبدا بدايه المباراه. عندنا ما عندناش مشاكل دلوقتي في فرقه النادي الاهلي. اي لاعب بيلعب كان اساسي او كان بديل ما عندناش مشكله. مثلا الكورة مجهز اللعيبه كلها من الموسم اللي فات. اي حد مثلا محمد عبد المنعم لو رايح، لو ياسر ابراهيم لعب مفيش مشكله خالص. ياسر على مستوى جيد جدا ومن اللعيبه الجيدين جدا. رامي، محمد عبد المنعم، نتكلم معلول، محمد هاني، او لو فكر مثلا في اكرم. بس لا، انا شايف اكرم لسه محتاج وقت شويه. المباراه لسه كريم فؤاد بس لا، هو مقتنع بكريم يلعب جناح. اوكي، هو مش مقتنع بكريم يلعب باك رايت. خالد عبد الفتاح ممكن، خالد يلعب المباراه اللي جايه. ممكن كريم يلعب قدام، فما عندوش مشكله. الراجل ده بصراحه من احسن الحاجات او من احسن المدربين اللي جم في مصر ومجهز ال 25 لعيب وبيعرف يبدل فيهم المباراه الاخرى. ما تحسش بمشكله خالص في النادي الاهلي في الحته دي. صحيح، ما تقولش على اللعيب ايه، لا ده مجهد، ده لعب كل الماتشات. لا، ناجح جدا في الحته دي. من المديرين الفنيين اللي جم مصر قليلين جدا اللي عملوا الحته دي. كل مدير فني بيجي بيعتمد على 16 17 لعيب. تحس تقول لك لا، اللعيبه مجهده. لا، اللعيبه لعبت ماتشات كتير جدا، بالذات اللعيب الدولي يلعب النادي الاهلي منتخب مصر. فالراجل ده بيعرف يشتغل على الحته دي كويس قوي. فدي اللي نجح فيها، ودي اللي منجح فرقه النادي الاهلي بصراحه. الارتباطات كثيرة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، سواء في البطولات الإفريقية أو السوبر الإفريقي، الدوري الإفريقي أو الكذا، أو حتى لعيبة المنتخب. يعني كيف ترى هذه الارتباطات الكثيرة جدا والكبيرة جدا؟ هل يعني أنا مثلا لما بقول لناس من دلوقتي الراجل بيعمل بعض الروتيشن عشان الإيجاد، يقول لك أنت ما فيش ماتشات اتلعبت لسه بدري. لا، بس احنا عارفين ما في أجندة مع الراجل،
وعارف الارتباط اللي جايه ايه القادم ايه مظبوط وعارف هيشتغل ازاي وعارف ان اللعيب كمان بالذات اللعيبه الدوليه عنده تصفيات كاس عالم وعندك بطوله افريقيا اللعيب الدولي هيخش له على حوالي 50 60 مباراه لا اكتر يا كابتن احنا حاسبينها 72 تقريبا او اكتر كمان ده رقم كبير رقم جدا كبير بالنسبه للعيب في موسم واحد بالعدد ده كبير جدا لكن هو هيعرف بقى يشتغل على الحته دي وهو ده اللي بيقول لك اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي معاك هو بيشتغل على الحته دي كويس قوي بيعرف يريح اللعيب امتى بيعرف حتى كمان لعيبه النادي الاهلي عندهم من الخبرات في مباريات معينه مثلا انا خلصت المباراه بدري فاعرف استهلك الوقت اعرف اشتغل اريح اللعيبه كويس فهو ناجح في الحته دي وخبرات لعيبه النادي الاهلي ناجحه في الحته دي لكن برضو في لعيبه زي معلول مثلا مجهود كبير طول الموسم ماتشات كتيره جدا اذا كان مع النادي الاهلي ومنتخب تونس برضو لاعب دولي عنده ماتشات كتيره جدا اتمنى ان شاء الله يعني ايه الفتره الجايه باذن الله اهم حاجه ان شاء الله ما يبقاش فيه اصابات ان دي مهمه جدا انك انت ما يبقاش عندك لما عندك اصابات عشان تعرف تشتغل وما يبقاش عندك مشكله في مكان معين لان اي مدير فني بيجي يشتغل بيجي يقعد اول موسم بيرتب كل المراكز عنده رقم واحد عندي مثلا مركز المساك رقم واحد مثلا بتكلم مثلا اكن انا مثلا الكودر واحد محمد عبد المنعم اثنين دلوقتي رامي ربيعه ثلاثه ياسر ابراهيم اربعه متولي اجي عند الباك رايت رقم واحد محمد هاني بيشتغل على كده في كل المراكز واحد اثنين ثلاثه اربعه حتى حراس المرمى واحد اثنين ثلاثه يجي واحد واثنين واحد بيلعب دلوقتي اثنين عايز يلعب طيب اثنين ده لو عندك مصاب بعد واحد ايه ده واحد ده هيخلص تفضل شغال ماتش واحد واثنين وثلاثه فواحد ده هيبقى تعبان جدا تبدا تفكر في واحد بقى يلعب من المركز ده يحصل لك مشكله كبيره فاتمنى ان شاء الله تكون اللعيبه فيهاش اصابات عشان تعرف يقدر يعمل الروتيشن ده سهل باذن الله. الاهلي في ظل هذه الارتباطات الكثيره جدا الحمد لله والشكر لله حتى الان لا يوجد اي يعني اصابات يعني من قديمه من السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت وبيجهزوا دلوقتي. اعتقد ان فتره الاعداد واللياقه البدنيه بيكون لها دور كبير جدا في هذا الامر يا كابتن احمد. اولا طبعا اول حاجه فتره الراحه. اوكي. فتره الراحه دلوقتي الراحه يعتبر فتره الراحه تمرين الاول. الراحه اللي عملناها اول حاجه بص ثلاث اسابيع مهمه جدا احنا بقى لنا كتير جدا مواسم كتيرة جدا ما شفناش لعيبة النادي الأهلي بتريح بتاخد راحة ويطلعوا يصيفوا أو يطلعوا يقعدوا ده مهم جدا لعيب الكورة صحيح مهم جدا الموسم يخلص ولعيب الكورة ده هيطلع أسبوع أو 10 أيام بعيد عن الكورة خالص تقول له افصل عن الكورة خالص روح اقعد على البحر ريح دماغك خالص وانسى وانسى انسى الكورة خالص عشان لما يجي تعرف تشتغل معاه تعرف تشتغل فترة تعادل لكن تيجي تركب أحمال على أحمال صعب جدا صعب جدا لعيب الكوره اللي انا بتكلم عليه القرار المهم جدا اللي هفضل اتكلم فيه لحد دلوقتي القرار اللي خده مجلس اداره السنه اللي فاتت اللي هو احنا بنلعب في وسط الموسم اللعيبه تريح اللعيبه الكبار خسرنا كام ماتش ساعتها وكانت البطوله خلاص منتهيه 6 7 ماتشات مش مشكله خالص بس ده جاب لك وراه ايه نجاحات ايه بعديها خمس بطولات نجاحات ايه بعديها بعد كده واللعيب بقى في طبيعته وبقى في لياقته البدنيه لياقته البدنيه اللي هي بعد الراحه ارتاحوا كويس والسنه دي كمان ارتاحوا كويس طلعوا اول مره بقى لنا كتير جدا ما شفناش فرقه النادي الاهلي طالع معسكر بره لان المواسم كلها متلاحقه صحيح خلص موسم بيخش على موسم بيعمل فتره اعداد فين ف المباراه الاخرى حتى كمان المباراه الاولانيه تحس ان ايه 60% لسه من لياقه المباراه المباراه المصري تلاقي المباراه الاخرى هتلاقي افضل فافضل ان شاء الله فهي يا كابتن لياقه الماتشات الرسميه مختلفه تماما طبعا اكيد ليها جزء لوحدها يعني اكيد هو اكيد هو عارف ان احنا بنلعب ماتشات وديه في الاول اللي عملها في معسكر النمسا وادى فرص للناشئين وادى دخل الفرقه وشويه شويه المباراه الثانيه في ناس لسه هتلعب وناس هتاخد فرصتها وفي ناس مستوى البدني هيعلى من المباراه الاخرى لسه احنا مش مستعجلين ولسه لحد دلوقتي برضو احنا بنلعب الفرق من المباراه للمباراه خمس ست ايام لسه الدنيا هي اوقات الدنيا فيها ثلاث ايام واربع ايام وهتلاقي الدنيا صعبه جدا ومن البطوله لبطوله لا وراجع من سفر وطالع سفر لسه او اي حاجه فلسه ده هو ده عشان كده الراجل دلوقتي لما بيجي يتكلم بيتكلم دايما على الروتيشن او لما الناس بتيجي تتكلم فحتى الناس كل شويه زي ما بقول لحضرتك كده الناس عم اسلام انت عمال تقول لسه ما لسه ما شافوش يا جماعه لا مش مساله كده مساله ان هو في كالندر او أيوة نتيجه بيعتمد عليها المدير الفني علشان يحط فيها كل هذه الامور زي ما كابتن احمد كده قال. على الجانب الاخر يا كابتن نروح بقى للدوري العام المصري هذا الموسم ويعني يمكن الاسبوع الثاني لما ينتهي بكره هينتهي
شايف الدوري العام وبداياته عامله ازاي من وجهه نظرك؟ يعني تفوق زد في مباراتين على الاسماعيلي ثم على جونا النهارده، مودرن فيوتشر وتفوقه في المباراتين، يعني الاسماعيلي وهزيمته في المباراه الاولى، ما اعرفش بكره لسه عنده مباراه بكره، ام بي والتعادل النهارده ايضا مع الجيش، وخسرته من الداخليه كسب مباراته الاولى وخسرته وتعادله في المباراه الثانيه. شايف الوضع ماشي ازاي من وجهه نظرك؟ الدوري هيبقى عامل ازاي السنه دي من وجهه نظرك؟ من سنه لسنه الدوري بيبقى اصعب. كل الانديه بتشوف الاخطاء اللي عندها السنوات السابقه بيبدا يشتغل عليها. كل فرقه بتشوف ايه اللي اقدر اعمله عشان على الاقل في فرق بتنافس على المراكز الاربعه، اللي بيفكر ياخد الدوري، اللي بيفكر يبقى من الاربعه عشان يبقى ليه نصيب من البطولات الافريقيه، اللي عايز يبقى في نص الجدول، واللي عايز يبعد عن النزول او الهبوط. فالموضوع كله، بص يا كابتن سامي، انا شايف ان الكوره دلوقتي او الدوري، عشان كل ما تحط مبلغ، المبلغ اللي بتحطه ده هو اللي بيخلي موقعك في الدوري. طبعا في حاجات تانية بتحصل مختلفه طبعاً. مثلا زي بلديه المحل، طبعا فرقه احنا عارفين امكانيات الماديه ضعيفه جدا، لكن في طموحات عند لعيبه ممكن خلال الطموحات دي تتفوق على انديه تدفع فلوس، عادي جدا، وارد تحصل. بس مثلا الطموح بقى اللي عند مثلا فرقه زي سيراميكا، زي البنك الاهلي، كل هذه الفرق عندها طموح وعندها حاجات. كل المركز الرابع صحيح أكيد. لكن هنتكلم اكتر عن نادي الامور، لكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن طموح الفرق اللي في وسط الجدول ما بين سيراميكا وما بين كذا وما بين كذا وما بين كذا، ونرجع نسال كابتن احمد الفتاح عن هذا الطموح خلال الفتره القادمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن احمد، بعض الفرق وطموحها في المنافسه، كنا بنتكلم عن هذا الامر، منافسه في وسط الجدول يعني. اكيد طبعا المنافسه السنه اللي فاتت، لو بنتكلم عن الاربعه الكبار اللي هم وصلوا المربع الذهبي، كان الاهلي، بيراميدز، الزمالك، فيوتشر، في انديه جماهيريه جايه وبرده عندهم طموح قوي جدا مع جهاز فنيه جديده مثلا زي الاتحاد والمصري، انديه جماهيريه، انديه قويه جدا، عندهم طموح ان يخشوا يلعبوا في بطولة افريقيا، فهتلاقي المنافسه على المركز الرابع قوي جدا جدا. جاي برضو سيراميكا والبنك الاهلي، امكانيات ماديه وصارفين وجايبين برضو لعيبه على مستوى، فهتلاقي الصراع قوي جدا جدا جدا. انا شايف المركز الرابع، لكن المنافسه قويه جدا هتبقى بين النادي الاهلي وبيراميدز ونادي الزمالك، اللي هم بقى لنا ثلاث سنين بنتكلم في المنافسه دي. الناس اللي بتقول نادي الزمالك بعيد السنه دي، لا، نادي الزمالك عنده حاجه مش موجوده في كل الانديه. صحيح. الجمهور. صحيح. الجمهور ده عامل مهم جدا جدا، مش موجود مثلا عند بيراميدز اللي هو عنده الصفقات الكبيره جدا، ففي حاجات بتعوض حاجات. فشاو دوري صعب جدا جدا، كله عنده طموح يعمل مركز كويس، نلعب اربعه، كله عنده طموح يلعب على البطوله. بيراميدز السنه دي عندهم طموح قوي جدا ان هو ينافس النادي الاهلي اللي هو فاز بالبطوله الموسم اللي فات. النادي الاهلي ما عندوش بديل اللي هو يحافظ على البطوله اللي احنا صحيح تعود، انت عارف النادي الاهلي بياخد مثلا بطولتين ضاعوا مننا، احنا ما بنفكرش في البطوله، لا احنا بنقعد نحسب سبع بطولات، سبع ثمان سنين جايين الدوري بتاعنا، عندنا حساباتنا كده. واحنا كنا لعيبه وحصلت معانا في جيل التسعينات مثلا برضو خدتها من 93 لغايه صحيح 2000، ده طبيعي يعني. فالنادي الاهلي لازم يحافظ على البطوله، لازم، ففي شغل كتير جدا جدا. اللي عايز يقعد في الدوري، اتكلم على ثلاث فرق صعدت، اذا كانت الجونه، زد، وبلدية المحله. الصراع قوي جدا جدا ان هم يقدروا يستمروا في الدوري. شايفهم اضافه يا كابتن ولا يعني زد؟ اكيد طبعا زد طبعا واخد 6 بونت من مباراتين، بس انا شايفه مباراتين يعني على الورق. الاسماعيلي مباراه صعبه، لكن الاسماعيلي ده مش زي الاسماعيلي. لكن لا، برضو زد هيعاني، مش سهله، لسه في خبرات الاول، ليه ماتشات صعبه ولسه ماتشات جايه كتير جدا. بس زد خد 6 بونت مهمين جدا طبعا جدا دلوقتي. بلدية المحله كسب مثلا اول مباراه مع المقاولين، لكن برضو عنده اللي عنده مشكله اتغلب على ملعبه، عنده برضو لعيبه غلب سموح خبراتهم لسه مش في دوري ممتاز لسه، فهتلاقي صراع قوي جدا برضو من 6-7 انديه على الهبوط. ده الموسم اللي فات كان اكتر، ده قعدنا السنه اللي فاتت من 8-9 انديه بيصارعوا الهبوط. فصراع قوي جدا جدا اللي احنا هنشوفه السنه دي من لعيبه الدوري الممتاز كلهم. كل عنده طموح، اللي بيلعب على البطوله طموح، اللي عايز يبقى في نص الجدول طموح، اللي هيهبط ان يكون الفرق الثلاثه اللي صعدت سواء بلديه او جونه او زد هذا الثلاثي، هل من الممكن ان نرى فرق اخرى؟ دايما كان عندنا قاعده زمان، ما اعرفش بقى جيلنا يعني كان بيقولها دايما، الصاعد هابط. هي كده، ما هي لحد دلوقتي
لحد دلوقتي. هل ده ممكن نشوفه يا كابتن احمد؟ ما اعرفش، انا شايف ان الثلاث فرق الحقيقه ثلاث فرق كويسين، سواء جونه او زد او البلديه. انا مريت بتجربه سنه 2009 مع الانتاج الحربي. اوكي. كنا صاعدين من الدرجه الثانيه وعملنا موسم ولا اروع، وخدنا الثامن الدوري. في بيحصل لعيبه، عايز لعيبه عندها طموح، لعيبه عايز تعمل حاجه، لعيبه بتعرض نفسها كاول مره في الدوري الممتاز ده، بيعوض حاجات كتيره جدا. خلي بالك الثلاثه او يمكن اثنين من الثلاثه سابوا المدربين بتوعهم، يعني سواء زد ساب كابتن مجدي صعد معاه وساب بالظبط كده، بلديه ساب كابتن احمد عبد الرؤوف صعد معاه. بس اللي غير كابتن عبد الله جاب خبرات برضه، كابتن عبد خبرات في الدوري الممتاز بقاله موسم طويله جدا. بالظبط. فهتلاقي بص، هل ده فارق يا كابتن مثلا في التجانس؟ في يعني النهارده كان معايا كابتن وليد صلاح في التليفون، قال لي لا في تجانس وبنعمله من خلال وجود كابتن مجدي من زمان. انا شايف برضو زيد ما غيرتش كتير في التيم اللي هو صعد. جاب مجموعه من اللعيبه، بس هو محافظ على التيم القريب قوي. بيدخل اكيد بعض الصفقات، بس برضو هما ما عندهمش يعني. كل الناس لما قالت زيد صعد افتكرنا هيجيبوا مثلا لعيبه كتير جدا ولعيبه. لا هم بيشتغلوا في سياسه معينه. صحيح. الاعتماد على الناشئين، عندهم سياسه على فكره زيد كل قطاع الناشئين، كل المدير الفني اجانب. بس كلهم شارينهم من بره يا كابتن، معلش هم بيعملوا ايه؟ عارفين سياسه بيشتغلوها. سياسه بيشتغلوا، بيشوف مثلا 10 لعيبه في الزمالك مثلا، في الزمالك كويسين. بالظبط. بيروح يجيب ال 10. ما بيشتري. بيشتري هو العشرة. عايز يعني هو بيجهز قطاع الناشئين ده، لان هو عامل توأمه. هو الفكر توأمه مع فرق في استون فيلا مثلا. لا يعني انا اقصد ايه يا كابتن؟ انا اقصد ان يعني قطاع الناشئين في زد تحديدا، ان انا محتاجين احسن من كده، محتاجين وجهه نظري. ما اعرفش لسه كاتب بقالهم 3 4 سنين برضه. عشان صحيح. عشان قطاع الناشئين ده يبدا يبقى قطاع الناشئين اللي هم في البراعم دول يبداوا يطلعوا. انت بتجيب البراعم اللي هم ما راحوش انديه، اللي هم لسه ما حدش شافهم في انديه، وتاخدهم عندك وتمرنهم ويبدا. لكن كل اللعيبه كويس دلوقتي، يعني مثلا انا كنت شغال في فيوتشر، نتائج فيوتشر في الناشئين صعبه جدا. كل الفرقه تحت ليه؟ انت فرقه بقى لها سنتين ثلاثه، فانت بيجي لك مين؟ كل اللعيبه الكويسه كلهم موجودين في الانديه. صحيح. فانت لما تيجي تعمل اختبارات هتلاقي بيجي لك اللعيب اللي هو مشي بالانديه دي، اللي هو مع احترامي طبعا لكل اللعيبه، اللي هو الفرز الثالث، لان الفرز الاول والفرز الثاني موجود في الانديه دي، اللي هو 18 لعيب بتاع الدوري الممتاز، موجود في النادي الاهلي، موجود في نادي الزمالك، موجود في نادي المقاولين، موجود في نادي الجونه، موجود في كل الانديه دي. انت بقى نادي جديد وتيجي تطلب لعيب، اكيد هيجي لك اللعيب اللي هو مشوه من النادي الاهلي، واللي هيمشوه من نادي المقاولين، واللي هيمشوه. فانت بتعتمد على الفرز التاني. امتى بقى القطاع ده بقى كويس؟ امتى؟ لما البراعم اللي انت بتجيبهم الصغيرين ده وتشتغل عليهم ويبداوا يكبروا يعني ويبدا يشتغل كده. مش عارف، خلينا نشوف اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه في هذا الامر. خلينا ننتقل الى منتخب مصر. هناك بعض التسريبات اللي خارجه دلوقتي من الاتحاد كره القدم المصري بتعيين الكابتن وائل رياض مديرا فنيا ل 2005 مع كابتن علاء عبده وكابتن احمد الكاس النجم الكبير نجم النادي الاولمبي السابق. كابتن احمد الكاس مدير فني ل 2008 ومعاه كابتن عادل مصطفى. رايك ايه؟ دي تسريبات حتى الان، ولكن انا بقول لك بنسبه 99% صحيحه. 99%. مش عايز اقول 100% عشان وائل طبعا مدير فني، مدرب كويس جدا وبيذاكر، وميكالي مشرفا عاما على 2005. وائل من الناس اللي بتذاكر والناس شاطره جدا، وموجود دلوقتي في المنتخب الاولمبي. صحيح. لكن هو اول مره بقى يشتغل كمدير فني مع علاء عبده. علاء من مدير فني النادي الاهلي 2005، وليه نجاحات كبيره جدا مع النادي 2005، او نجاحات مع وادي دجله اللي هو كان ماسكها برضه فتره من الفترات. مدرب مجتهد جدا، مدرب جيد جدا في الوقت ده. وانت لازم تجيب حد مساعد برضه يكون عارف الدوري ده. صحيح. وشغال عليه، عشان انا عارف اللاعب المميز هنا، عارف اللاعب المميز هنا. وعلاء بصراحه من الناس دي، اتمنى لهم التوفيق لو هو بالشكل ده. لكن التشكيل بقى اللي بالشكل الثاني ل 2008 اللي هو اصغر شويه، 2008 كابتن كاس وكابتن عادل مصطفى. انا شايف ان يعني كابتن كاس اسم كبير قوي على المنتخب الصغير ده. كنت اتمنى طبعا، كابتن كاس حبيبي يعني، كنت اتمنى ان عادل مصطفى يبقى مدير فني. انا عاشرت عادل مصطفى عادل هايل مدير قطاع الناشئين. كابتن كاس طبعا نجم. انا من اول بس لا دي صغيره عليه انا من وجهه نظري. كابتن كاس لا صغير على كابتن كاس مثلا يبقى مدرب عام منتخب الاولمبي، مدرب عام الفريق الاول، لكن مدرب فرقه 2008 يعني قد تكون قدم والقادم يبقى افضل. يعني متهيألي من وجهه نظر انا، لا يعني انا كنت اتمنى ان عادل مصطفى هو اللي مدير فني، لان عادل انا عاشرته كان مدير قطاع الناشئين في
فيوتشر من الشخصيات الجميله جدا اللي عندهم رائع. اللي عندهم رؤيه وعندهم كابتن كاس رائعين يعني. لا كابتن كاس ده حاجه ثانيه خالص. اصل انا لعبت مع كابتن كاس كاس عالم عسكري. انا بالنسبه لي كابتن كاس حاجه انا بقول لك كل حاجه يعني بس عشان ما حدش لا لا انا بقول لك لا صغير عليه ده كبير قوي كابتن كاس ده حاجه كبيره جدا جدا يعني. فلو هي كده برضه هو خلاص موافق على دي خلاص جهاز فني على اعلى مستوى. لا بيقولوا ان دي تسريبات ولكن يعني التسريبات جايه لنا من جوه الاتحاد يعني. قوي جدا كده طبعا جهاز قوي جدا كابتن الكاس وعادل بصراحه حاجه قويه جدا يعني منتخب 2008. طيب منتخب مصر ومباراتين في البطوله او في الاجنده القادمه الجزائر زامبيا الاول ثم الجزائر. شايف المباراتين دول ازاي؟ طبعا بعد المخاسرة المباراة تونس اللي فاتت والكلام الكتير ولعبت النادي الاهلي وخسرنا بسبب كذا والكلام الكتير والراجل قال لك انا خسرت لاسباب تانية خالص بعيد عن الكورة. الراجل عنده طبعا كان عايز يحافظ على السجل بتاعه بدون خسارة لكن الخسارة دي اكيد هتخلي تركيزه يعلى قوي. مباراة الجزائر كما انت عارف الجزائر بالذات يعني لعب زامبيا وبعدين الجزائر. الجزائر بالذات انت عارف الحماس اللي بيبقى بين مصر والجزائر صحيح. في وقت من الاوقات ولحد دلوقتي اي مباراه بيننا وبين شمال افريقيا بتبقى صعبه جدا وقويه جدا وتركيز قوي جدا. اتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ولعيبه الزمالك يكونوا عندهم بقى التركيز خلاص دخلوا. كنا برضو مباراه تونس في بدايه الموسم كانت اللعيبه كانت لسه مش جاهزه. في لعيبه كانت بتلعب المباراه ولسه مستواهم البدني 50 و60% وده بان في بعض الالعاب. لا الموضوع كان بعيد شويه كان مفروض حتى هو قال انا كنت محتاج ماتشين والدين ماتشين الدوري قبل المباراه دي لكن فعلا لعبت منتخب مصر في المباراه دي كان حالتهم البدنيه ما كانتش حلو. هتلاقي الافضل الفتره الجايه ان شاء الله. عندنا ارتباطات مهمه جدا اللي هي تصفيات كاس عالم وحلم مهم جدا كلنا مستنيين الوصول كاس العالم الجاي بطوله افريقيا اللي جايه اللي هم الناس كلها انا خدت المركز الثاني لا خلاص السنه دي بقى هاخد بطوله افريقيا. انت عارف الجمهور المصري بطوله افريقيا بالنسبه له تحس ان هو راح هجيب البطوله الجاي. واحنا حتى واحنا في اقل مستوانا بنوصل النهائي صحيح. فطبعا نتمنى التوفيق المهم التوفيق اول فتره الجايه باذن الله المنتخب. ونتمنى لك التوفيق يا كابتن ان شاء الله في ليبيا وان شاء الله تكونوا خير سفراء لكره القدم المصريه من خلال تواجدك حضرتك وكابتن احمد ايوب او كابتن احمد ايوب كمدير فني وحضرتك كمدرب عام معايا ان شاء الله خلال الفتره القادمه في النادي الليبي اللي هتكونوا موجودين فيه. انا بشكرك جدا يا كابتن احمد وكل التوفيق لحضرتك خلال شكرا جدا كابتن سلام شكرا جدا شكرا جزيلا. انا بشكر النجم الكبير كابتن احمد عبد الفتاح. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير.